أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: بمناسبة قرب شهر رمضان، يوجد هناك ملاحظات على بعض النساء الذاهبات للمسجد، منها الذهاب لصلاة التراويح مع السائق وحدها، أو التطيب والتبخر عند الذهاب للمسجد، أو إحضار الأطفال الصغار معهم، مما يسبب الإزعاج للمصلين والمصليات. نأمل التوجيه من فضيلتكم حيال ذلك. كل هذه محذورات. أولاً، أن تتطيب عند الخروج هذا حرام، حرام عليها أن تتطيب عند الخروج، يعني هذا يسبب فتنة. ثانياً، أن تركب مع السائق وحدها هذا لا يجوز، خلوة. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فلا تركب مع السائق وحده، لا إلى المسجد ولا إلى المدرسة ولا إلى السوق ولا إلى زيارة أقاربه. لا بد أن يكون معهم من تزول به الخلوة من الكبار. والثالثة، استصحاب الأطفال الذين يشوشون على المصلين ويسيئون إلى المسجد. إذا كان عندها أطفال تبقى في بيتها، تبقى في بيتها وتربي أطفالها وهي مأجورة إن شاء الله. وأما إذا ذهبت بأطفالها إلى المسجد وتركتهم يسيئون إلى المسجد ويلعبون ويشوشون، فهي مأزورة غير مأجورة، هي تطلب الأجر، تبقى في بيتها والحمد لله، وبيتها خير لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبيوتهن خير لهن. نعم.